ما نظرتكم لمثل هذه المصادرات، كذلك دوركم كإعلام في إيصال هذه الجرائم للعالم، خاصة أنه يذهب ضحية هذه الممتلكات والأراضي مواطنين؟ اولا يعني شوف، انا بقدم نظره تحليليه للسياق، لانه سياق مهم علينا ان نوضحها بشكل جيد. يعني فكره الجشع للاراضي والاملاك والسيطره على الثروه وتحويل الثروه الى نفوذ والنفوذ الى سلطه، هذا ضمن اطار المسار حركه السلاله داخل اليمن وبالذات المؤمنين بالولايه. لكن اليوم يتم إعادة تركيز السلطة داخل يعني الثروة، الأراضي، العقارات، التجارة، الأموال والنفوذ داخل الجهاز الموازي للحركة الحوثية، وهو تنظيم يعني منظم بشكل دقيق ومنهج ضمن إطار سيادة العقبة الإيرانية، بحيث أنه يعني عملية إفقار المواطن، سلب أراضي، تركيز الثروة وبالذات العقار، يشتغلوا على العقارات المتعددة سواء كانت أملاك أو تجارة أو حتى أراضي، يعيدوا عملية تركيزها بأيديهم، وبالذات فكرة الأراضي وسلب المواطنين وتحويل المواطن اليمني إلى عبارة عن فلاح، يعني يشتغل كشريك لهؤلاء، وبالتالي هو يستعبده بالذهنية الدينية ويستعبده من خلال الأملاك، التركيز الثروة والسلطة والنفوذ بأيديهم، هذا ضمن إطار سياق سلب السلطة من اليمنيين، سلب الثروة من اليمنيين. وبالتالي نحن نقول لليمنيين ما تضبها الحوثية اليوم، يعني ما تركنا من ثروة وأملاك وسوق سوداء ضمن إطار عملية حتى تعرف السوق السوداء بشيء من وباء، امتصاص لدماء اليمنيين لثرواتهم لمدخراتهم، تجبر الناس حتى على أن يبيعوا أراضيهم، يبيعوا بيوتهم. وبالتالي هذا المسار اللي يشتغلوا عليه هي ضمن إطار النهج الإمامي تاريخيا، وتحكموا بالقبائل ضمن إطار سياد ملك الأراضي والأملاك، ويعيدوها مرة ثانية بهذه الطريقة وبأكثر خبثا وضمن إطار النهج الخميني بعملية استعباد الناس من أجل فكرة آل البيت. نعم، دوركم كإعلام دكتور نجيب في إيصال هذه الجرائم للعالم. لا، نحن نوضح للناس، شوفي نحن نوضح للناس ونقول لهم ما الذي يجري، هذا هو الواقع والحقيقة. يعني عملية اغتيال العقول اللي تقوم بها الحوثية أنها تواجه أمريكا وتواجه إسرائيل والمحارب، هي العدوان الأصلي، هي العدو اللي يسلب المواطن ثروته وماله وينتصب مدخراته من خلال السوق السوداء. نحن كإعلام ومتابعين ونعرف مثل هذه المسارات اللي تشتغل على الحوثية إيش مآلاتها؟ مآلاتها تركيز الثروة والسلطة والنفوذ بأيدي عصابة عنصرية ضد الشعب، وبالتالي على الشعب أن ينتبه لنفسه. نحن نقول لهم نحن وياكم صف واحد، وكل الحركة الوطنية معاكم. ويوم ما سنتحرر من هذا السطو وهذا النهب وهذه الجباية المكثفة التي تأكل جيوبنا وبطوننا. نعم دكتور نجيب، نعم سنعود إليك.